هذا آخر فيديو أصوره من برنامج وش صاير الموسم الثاني. نشوفكم الموسم الثالث بديكور مختلف تماما. يا هلا وسهلا فيكم في برنامجكم وش صاير، معاكم عبد المحسن اللافي. شهرين ونص، هذه أطول فترة أغيب فيها من 5 سنوات من يوم بديت أعمل في الإعلام بشكل رسمي. وحشتوني الشهرين ونص اللي غبت فيها، خلتني أتيقن بإني ما اخترت الإعلام إلا لأني شغوف فيه، لأنه في كل يوم كنت أبغى أرجع علشان أكون معكم. وهذه أول حلقة من الموسم الثالث. اسمحوا لي قبل ما نبدأ الحلقة أقول لكم وش صاير في الموسم الثالث. أولاً، البرنامج صار 5 حلقات من الأحد إلى الخميس. ثانياً، زي ما أنتم شايفين الديكور بالكامل تغير. ثالثاً، وهذه أهم نقطة عندي في هذه الجهة، رح تكون في حلقة بنظام البودكاست أسبوعياً، وعلى بركة الله نبدأ. خلال فترة الإجازة كنت أفتح السوشيال ميديا ألقى المشاهير يتكلمون عن إبر التخسيس. المشكلة تلقى المشهور وجهه أصفر وجسمه مترهل. أطلع مع أخوياي ألقاهم ما يبغون يتعشون لأنه ماخذين الإبرة وفاقدين الشهية، والمشكلة أنه تلقاه جسمه ضعيف أصلاً. تروح للدكاترة تلقى الدكتور بنفسه يستخدم هذه الإبر، إبر التخسيس، ولأنه الكل يبغى جسمه يكون ممشوق القوام، ولأننا نخاف على صحتكم، اليوم قررنا في أول موضوع من أول حلقة من الموسم الثالث من برنامج وصاير نبدأ بإبر التخسيس. معانا اليوم علشان يجاوب على أسئلتنا استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي. يا أهلاً وسهلاً. يا مرحبا. الله يحييك. الله يعينك عليه اليوم. أبرك الساعات. اللي واضح أنه الموضوع شيق عند الجميع. جداً، لأنه الكل يبغى جسمه حلو. أتوقع كل المشاهدين اليوم يبغون أجسامهم ممتازة بس بدون مجهود. وهذه للأسف، يعني إحنا نقول للأسف من ناحية، ومن ناحية أخرى نقول شيء جيد. هي الأوبر طبعاً الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة أصبحت ترند عند في كل المجتمعات. للأمانة زي ما قلت لك الناس تبغى تنحف لكن بأقل مجهود وبدون أي إشكالية من ناحية، يعني يبغى يأكل ويبغى ينحف، وهذه طبعا المعادلة ما تصير صراحة. وفي ضغط مجتمعي، يعني يا جماعة بلاش تقولون للضعيف ترك ضعيف مرة، وتقولون للسمين ترك سمين ترك متهند، تؤثر في النفس. شوف، هي بدون شك إحنا لو تكلمنا عن السمنة لحالها فهي ودنا نبعد عنها بأي طريقة إن كانت، لكن الناس دور الحل السريع السهل اللي وما حد راضي. شفت، انا اشوف في العياده كثير السمين يبغى ينحف والنحيف يبغى يسمن. بالضبط، ففي مضادات ثنتين ما يجون مع بعض. لكن هي مجملها شيء جيد لكن استخدمت بطريقه فيها هوس. في البدايه انا بسالك، في 3 إبر تخسيس معروفه، الأوزمبك، السكسندا، وكمان المونجارو. هذه 3 إبر هل هي بالاساس ابر لمرضى السكري؟ شوف، سؤال مره ممتاز، لانه اغلب الناس يتوقعون انه انا مجرد ما استخدمها فمعناته انا ابغى انحف، لكن هي في البدايه لو تتكلم عن السمنه عندنا اللي هو الاوبر المخصصه للسمنه زي اوبر سكسندا. سكسندا هذه مخصصه اساسا لنزول الوزن وليس لمرضى السكر. في ادويه ثانيه طبعا من زمان، حتى من قبل السكسندا في ادويه ثانيه كانت موجوده للسكر من النوع الثاني، ولكن استخدمت كوسيله من الوسائل نزول الوزن. يعني السكسندا فعلا هي لنزول الوزن، بينما المونجارو والأوزمبك هي لمرضى السكري. نعم صحيح، هي لمرضى السكر من النوع الثاني اللي هي الأوزمبك والمونجارو،
يعني تعمل على تصحيح اللي هو السكر التراكمي بحيث انه ما يكون مرتفع. طب ليه يستخدمون هذه الابر للتخسيس؟ اي بالضبط، هي وجدت الدراسات انه الناس اللي يستخدمون الابر للسكر من النوع الثاني وجد عندهم نزول في الوزن. وبالتالي بدت تجارب او الدراسات تعمل على لو استخدمناها للناس اللي ما عندهم سكر هل بيكون فعلا نفس التاثير او بيكون مختلف؟ بالضبط، هو هذا السؤال، هذه اللب. اي فوجدوا انه لا، في نتائج ايجابيه للناس اللي ما عندهم سكر في نزول الوزن، فبدت الناس تستخدمها اللي ما عندهم سكر انهم يستفيدون منها في انقاص الوزن. هي وش فكرتها يعني الاوبر بشكل عام؟ هي يعني كيف تخليني انا وفلان 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 اللي ما عندهم سكر يستخدمونه وبينزلون في الوزن؟ اول حاجه تقلل اللي هو خروج الاكل من المعده الى الامعاء. حلو، فبالتالي تجلس عندنا كميه الاكل اللي ناكله تجلس فتره اطول في المعده، تعطيك شبع، ما اشتهي اكل، فما تشتهي تاكل. فانت لو اكلت لك وجبه الان تحس انك خلاص يمكن تقعد لك 10 ساعات ما تحس انك انت تبغى تاكل مره ثانيه. اثنين، فهذه تعمل على كسل او تعمل كسل تؤدي الى يعني عمليه كسل في المعده بطريقه او باخرى، وبالتالي ما تنتقل الاكل الى الامعاء. هذه فكرتها. فمع استخدامها لفترات، طبعا ما تستخدم لوحدها، بمعنى يعني اللي يجي يقول لك والله انا ما ابغى اسوي رياضه ولا ابغى التزم بطريقه اكل جيده، هذه تسوي له ترهل. لا، هي مو قبل الترهل، هذه ما تعطيك النتيجه اللي انت تحلم فيها او تطمح لها. طب ليه لازم اسوي رياضه واعمل تغذيه جيده اذا انا ما اخذ الابره علشان اشبع؟ وهذه الفكره الاساسيه. ممتاز، هذا وهذا اغلب الناس يسالون بهذه الطريقه. خلينا نضرب مثال بسيط. فرضا انت اخذت ملعقتين ثلاثه وحسيت انك انت شبعان. مين هذا اللي ياكل؟ لا مو انت، يعني بشكل عام احنا نتكلم عن اي يعني شخص حسب حجم الملعقه اشبع. طيب طبعا اذا ملعقه الغرف الضخمه هذه ممكن الملعقه العاديه. ايوه، فاللي يصير انه جسمك الان كميه الاكل اللي انت تاخذها قليله. في بعض الناس يسوي يطيح في السكريات، في الحلويات بشكل عام، الشوكولاته وما غيره. هنا اسهل شيء انها تذوب بالفم، وبالتالي تعطيك سعرات حراريه عاليه، وانت ما حتستفيد، جسمك ما حيستفيد. فاما انه تثبت لك وزنك او ما يكون في اصلا نزول من الاساس. فجسمك يكون جاهز للنزول، فاذا ما حركته بالرياضه ما يصير عندك فيه حرق. فعشان كذا احنا نقول الرياضه امرها ضروري، والتغذيه الجيده امرها ضروري. فانا لو سويت الرياضه وما كان عندي اكل جيد، او اني انا طحت في الحلويات فمعناته، او السكريات فمعناته، ما عندي نزول. اذا هي ثلاثيه، ابر تخسيس بتاخذ معاها تغذيه جيده، وكمان عندك الرياضه. بالضبط، مهمه. طب انا عندي فقره حقيقه ام اشاعه، على السريع عندي مجموعه اسئله. جميل، تقول لي اذا هي فعلا حقيقه او اشاعه. السؤال الاول، هل هذه الابر تخفض الوزن بنسبه 25% فعلا؟ مو كلها، كل ابره لها نسبه نزول معينه من اجمالي الجسم. يعني السكسندا مثلا تصل الى 10% من اجمالي الجسم، اجمالي الوزن. الاوزمبك الى 15%، المونجارو الى 24%. هل هذه الابر، ابر التخسيس، تؤخذ بدون وصفه طبيه؟ للاسف في تجاوزات فيها، انها بعض الصيدليات يصرفونها من غير، او تجي انت تروح، او اكس من الناس يروح للصيدليه يبغى الابره يصرفونها له. وهذا غلط كبير يطيح فيه كثير من الاخوان والاخوات. ما ينفع انك انت تاخذ الابره من غير استشاره طبيه. الموضوع مو موضوع انك انت تجيني للعياده وتدفع كشفيه، الموضوع اكبر من هذا الموضوع. طب هل يختلف من شخص لاخر؟ انا بعرف لما اجيك العياده يختلف جسمي لجسم شخص آخر في الجرعة اللي أقدر أخذها من هذه الإبرة، لأنه في 2.5 وفي 7 وفي اللي هو أعلى شيء 14. إيه، إحنا بشكل عام الأبر تستخدم من أول جرعة. ليش؟ طبعا بعضهم يقول لك ليش أنا ما أطلع على 5 أو على 7 أو على نص على 1، ليش لازم أبدأ من الجرعة الأساسية؟ الجرعة الأساسية الهدف منها جسمك يتعود على المادة الكيميائية تبعت الإبرة. فإذا تعود عليها أنت في البداية، أي نعم في بعض الناس التأثير بالنسبة لهم يكون قوي، وفي بعض الناس الجرعة الابتدائية، وفي بعضهم يكون لا يعني جيد في الدم، وبالتالي ما تعطيه السد الشهية اللي هو متوقع، فننتقل للجرعة اللي بعدها. إذا جيتك العيادة وفحصت وأنت عطيتني بوصفة طبية الإبر، هذه إبر التخسيس، فلا مشكلة جسديا علي من هذا الموضوع. صحيح، ممتاز. إذا يعني ما في مشكلة صحيا،
إنه الواحد يستخدم إبر التخسيس، ولكن الرياضة مهمة والتغذية الجيدة مهمة بما فيها السوائل. شكراً استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، صراحة أثريتنا كثير وأتوقع كل المشاهدين اليوم استفادوا من هذا الموضوع، ونقول لهم عشان كذا فالكم الرشاقة. فالكم الرشاقة عجبتني هذه. بعد قليل في وش صاير، الملاكمة تتصدر افتتاح موسم الرياض. حبايبنا هلا فيكم مرة ثانية بهذه الفقرة. خلوني أستقبل ضيفنا عبد الله العطاس ونشوف آخر أخبار الجولة الرياضية. مساء الخير عبد الله، مرحبا فيك في أسرة برنامج والصاير الموسم الثالث. بإذن الله انطلاقة خير وبإذن الله موسم أفضل. يا جماعة الخير، عبد الله العطاس طبعاً غني عن التعريف، وهو يوتيوبر متخصص بالتحليل الرياضي، بتكون معانا أسبوعياً بجولة رياضية بإذن الله. بس أنا خوف إنه هذه تكون أول حلقة وآخر حلقة. جايب لي الدكتور تتكلم موضوع السمنة عن التخسيس، عندنا موسم كامل. تحس الموضوع جايب من أول حلقة تقول لي هذا الموضوع؟ تحس الموضوع يمسك؟ لا مو أحس، متأكد. ما يحتاج. لا لا، ممشوق القوام ما تحتاج. الله يغفر لك. الله يسعدك. طيب. الحلو بهذه الفقرة بأنه الضيف هو اللي بيقدمها بإذن الله. أنا اللي أبغى أعرف إيش عندك في هذه الجولة الرياضية. عندنا أحداث كثيرة، لكن أبرزها وهو حدث ليس في الرياضة السعودية، في رياضة العالم كلها. الأنظار كلها تتجه إلى الرياض. اللهم لك الحمد، كل سنة ما شاء الله تبارك الله برؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول في عمره، تتجدد الأحلام، تتجدد الأمنيات، واللهم لك الحمد قاعدين نعيش هذا الشيء ونعيش هذا الواقع. وما شاء الله هذا الموسم في حلم مو بس الشعب السعودي، العالم يتمنى يشوف هذا الشيء. حمستني، اللي هو أبغى أعرف إيش الموضوع. افتتاح موسم الرياض، النزال العالمي بين الملاكمين اللي ما خسروا ولا نزال. لا لا، ولا نزال ولا نزال ولا نزال. واحد منهم 23 نزال كلها انتصارات. يا ساتر. واحد منهم الله اللي يحطنا في واحد من ذولا بس. 21 انتصار. فالمحبين الرياضة ومحبين الملاكمة بالتحديد يتمنى يشوف هذا النزال عشان أعرف مين بطل هذه الفئة. ما شاء الله تبارك الله. يعني خلاص هذه المباراة وهذا النزال واحد منهم حيخسر، ولأول مرة ولأول مرة، والأقوى من هذه اللي حيفوز حياخذ كل ألقاب الثاني. يعني غير الفوز وانه هذا زعلان ومتلكم حياخذ كل ألقابه. فشيء اسطوري 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 اسطوري. طيب بعد هذا كله مين اللي فاز؟ الأغلب كان متوقع فوز البطل بفول، لكن صار الشيء الغير متوقع وفاز أورتو اللي عنده 20 انتصار، وبهذا الفوز وصل أنه يكون بطل العالم في هذه الفئة وللانتصار رقم 21. الله، يستاهل تحية. يستاهل 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 تحية. يستاهل أنه خيب توقعاته الأكثر. إيه. وفاز. ودائما بالرياض يصير الغير متوقع صح ويصير واقع. وبعدين طبعا احنا صفقنا قبل شوي بس علشان ايش؟ نضمن انه ما يجي يصفقنا بالاستديو هنا، لا اكثر ولا لا اكثر ولا اقل. طيب ايش كمان عندك اخبار ثانيه بجولتك الرياضيه؟ اخبارنا الثانيه كنا نتمنى انها تكون اخبار ساره، لكن اللهم لك الحمد كره القدم فوز وخساره. يا ساتر يا ساتر، انا حاسس كذا بتقول موضوع يحزن. ايه صراحه يحزن. كانت مباراه منتخبنا الغالي ضد منتخب اليابان اللي كانت في ملعب الجوهرة المشعة، اللي لأول مرة اليابان انتصر على السعودية في ملعب الجوهرة.
لكن الحمد لله مرة. ها انا احسك شوي بتصيح. لا نصحت ودحين ممكن اصيح لانه فوز منتخبنا الغالي في هذيك المباراه انت كان يعني دفعه معنويه وكان حتكون انت متصدر المجموعه لانه كان اشرس منافس منتخب اليابان وحاليا صراحه عناصريا وجاهزيا واشياء كثيره الكف المنتخب اليابان. بدي اعرف انت عبد الله العطاس كيف شفت المباراه؟ الله يستر الله يستر الله يستر. ايش هذا؟ باذن الله. شوف يا اخوان دخل هدف على مرمى منتخبنا الغالي والنتيجه الان الدقيقه 14-1-0 لليابان رغم تاخرنا بهدف. هذه ثالث مباراه للمنتخب الياباني في تصفيات كاس العالم في نفس هذا الملعب في ملعب الجوهرة. المباراتين اللي فاتت كلها فوز سعودي وكلها خسارة للمنتخب الياباني على هذا الملعب، والثالثة خسارة أيضا للمنتخب الياباني. مع كامل احترامي وتقديري للمنتخب الياباني، مو معقول يا جماعة الخير، مو معقول التغطية الدفاعية اللي قاعد تصير من دفاع المنتخب يا جماعة الخير. الله ستر علينا. بس صراحة كانت مؤلمة صراحة. شفت تصريح لاعب المنتخب السعودي علي لجامي؟ المراسل، معلش يا جماعة، المراسل قاعد يقول له أنتم مستواكم اليوم كان سيء صراحة. علي لاعب المنتخب السعودي يقول للمراسل أنت ما تفهم بالكرة، يعني علي شايف أنه أداء المنتخب السعودي كان ممتاز. شوف بعض اللاعبين ما نعمم، بس الله يهديهم، حتى لو أنت كان مستواك أسطوري يعني راعي مشاعر الناس اللي عبت الملعب. اهدى. ايوه اهدى، بالاخير انت خسرت. ايوه التيفو. لو فزت ايش بتعمل؟ هذا هو. وغير كذا يعني معلش، جمهور جده جاء عب الملعب وازر من اول، مو دقيقه، اول ثانيه الى اخر ثانيه. انت في الاخير انا جاي ادور ثلاث نقاط، ادور فوز. ايش رايك بتصريح مدرب المنتخب السعودي منشيني؟ قال في المؤتمر الصحفي بانه احنا نعرف بانه اليابان المركز الاول، نحن نقاتل على المركز الثاني. قرر هو انه احنا نبغى الثاني اصلا. اجودي ما شاء الله عليه. مانشيني طموحه عالي جدا. مانشيني الى الان، بس انا ارجع اقول احنا عندنا مباراه مهمه بعد كم يوم، فالان ما نبغى نتكلم في هذه النقطه الصراحه عشان نحط الثقه، مع انه الصراحه مانشيني الى الان ليس طموح منتخبنا الغالي نكون مانشيني مدرب. اتكلم بكل صراحه، الطموح اكثر من كذا، الطموح ان نوصل اعلى من كذا. مانشيني حتى ان في اشياء انت تقولها تصرحها انت ترى هذه تكون دفعه سلبيه للاعبين والجمهور. انت مع تغيير المدرب مانشيني؟ وان الاسلوب الايطالي ما ينفع مع المنتخب السعودي كنظام لعب؟ وللاسف مو بس المنتخب السعودي، مانشيني في لي مباريات مع المنتخب الايطالي كانت كارثيه. اذا مع المنتخب الايطالي كانت كارثيه، طب شيء طبيعي. لا 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 لا، دقيقة. هذه أنت اليوم تصرح تقول هذا واقع، مانشيني لا يصلح كمدرب أساسا. لا لا، مو كذا نصلي على النبي. يعني بصراحة صقور خضر يستحقوا أن يكون مدرب عندهم أفضل من مانشيني. طب متأخر الآن أنه يتم تغيير المدرب؟ لأنه عندنا مباراة مهمة. شوف، هي كانت كنا نتمنى أنه فوز ضد اليابان، لأنه الفوز كان يوصلك لصدارة المجموعة، لكن الحمد لله على كل حال الآن المباراة الجاية اللي هو المحور الثاني اللي كنت أتكلم فيه، اللي هي مباراة منتخبنا الغالي ضد منتخب البحرين، وهذه نقطة مهمة. أتمنى الآن حتى لو مانشيني ما يستحق التدريب ندعم، لأن المباراة هذه جدا مهمة. في خوف من البحرين كمنتخب؟ أخواننا وشقائنا في خوف، لازم نحترم أي خصم وننزل للثلاث نقاط فقط، لأنه مباراة السعودية والبحرين حتكون في نفس الجولة مباراة السعودية وأستراليا. اليابان واستراليا. اليابان متصدر مجموعة، استراليا، السعودية، البحرين، الثلاث منتخبات كلهم اربع نقاط. اليابان مؤهل انه حيفوز على استراليا، يعني حتكون استراليا ثابتة على اربع نقاط. طيب انت حتواجه البحرين، انتوا اربع وانتوا اربع. فوز السعودية في هذه المباراة يعني صعودا للمركز الثاني وضمان ان شاء الله التأهل لتصفيات كأس العالم باذن الله، وما حنكون تحت الضغط. فاللي اتمناه من الجميع الدعم بعد مباراة البحرين اللي تبغوه، بس خلونا نفوز هذه المباراة، لأن المباراة هذه مهمة لأنها على أرضنا. توقعاتك لمباراة السعودية والبحرين؟ التوقعات بإذن الله حتكون في، وهذا اللي احنا نتمناه، حتى لو مانشيني نزل بتشكيلة الأول مرة نلعبها، أتمنى الروح العالية من اللاعبين، حتى لو إن شاء الله في راس البركان حارس وتغيير كامل كيف خطة لعب من أول ثانية لآخر ثانية
بروح قتالية للثلاث نقاط، وبإذن الله بإذن الله أنه انتصار سعودي بإذن الله. اليوتيوبر المتخصص بتحليل الرياضة عبد الله العطاس، شكرا. الله يحفظك. كيف الوضع معانا؟ ممتاز مستمر، بس أي موضوع دايت سمنة في موضوع ثاني كثير إخوان، في موضوع ثاني هذا خليه على جنب. أبشر أبشر. متابعينا على SBC نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل، وش فاتكم خلال الصيف؟ بالشهرين اللي كنا إجازة فيهم مرت كثير ترندات ومقاطع متداولة وأحداث وفعاليات كانت حديث الكل في السوشيال ميديا، ولأننا حريصين دوم أنه ما يفوتكم ولا أي شيء، فجمعنا لكم أبرزها في هالفقرة. والبداية مع الأوركسترا السعودية اللي أبهرونا بعرض خيالي في لندن، لليوم مو قادرين نطلع من مقاطعه ونتجاوز إبداعه، وتحديدا في سنترال ويست مينستر هول اللي قدمت فيه الأوركسترا السعودية عمل فني مسرحي متكامل من ناحية الموسيقى والغناء واختيار الأعمال والأداء العظيم للموروث الشعبي زي ما لازم يكون وأكثر. لدرجة مين كان يتخيل أننا نسمع رولينج إن ذا ديب للفنانة العالمية أديل بمكس رهيب مع عديت في مرقب؟ واو. وفي لندن كمان، ولكن هالمرة تحديداً في ملعب ويمبلي، راشد الماجد أسعد الملايين من عشاقه ومن السعوديين بأدائه للنشيد الوطني السعودي في ليلة تاريخية عاشها محبي الملاكمة مع أبرز النجوم في حدث رياض سيزن كارد ويمبلي أديشن، واللقاء اللي أقيم أمام حضور جماهيري بلغ 96,000 متفرج، وهو الرقم الأكبر في تاريخ نزالات الملاكمة. مساعد الدوسري، شاب مواليد الألفينات، كان يقضي وقته بغرفته يلعب فيفا ببلاي ستيشن مثل كثير من الشباب السعودي، وكان من أهم أحلامه أنه يصير بطل العالم وأنه يقابل سموه الملهم ولي العهد. ولأننا في بلد شعاره نحلم ونحقق، فمساعد حقق حلمه بعد ما سلم الأمير محمد بن سلمان كأس البطولة، بطولة العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى في السعودية، لمساعد الدوسري الرئيس التنفيذي لفريق فالكونز بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية. طبعا منافسة شرسة مع أبرز الفرق العالمية، وحصل فالكونز صاحب المركز الأول على جائزة مالية 7 مليون دولار،
بالبطولة اللي جوائزها بلغت 60 مليون دولار. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لا تنسون تتفاعلون معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. وقبل الختام، لو فاتك تشوف فيديو سامبا جنيد من افتتاح موسم الرياض، راح نخليكم تشوفوه ضمن فقرة وش فاتك في تيك توك. في أمان الله. الزمان 12 أكتوبر 2024 والمكان الكندم أرينا، والحدث افتتاح موسم الرياض ونزالات الملاكمة العالمية، والحدث الأكبر أرتر بيتربييف وديمتري بيفول، الاثنين ملاكمين شرسين ما عمره من هزموا قبل كذا في مسيرتهم الاحترافية. بيتربييف عنده 3 أحزمة بينما بيفول عنده حزام واحد. الليلة واحد منهم فقط اللي راح يفوز بهذه 4 أحزمة ويطلع من العاصمة السعودية الرياض بلقب بطل العالم بلا منازع. إذن الانتظار خلص، وصلنا للوقت والموعد. بيفول بيتربييف الآن ورانا ودقائق ويبدون، والتاريخ راح يتسطر من هنا من الرياض العاصمة السعودية. راح أوافيكم إيش اللي يصير الآن بانتظار الإعلان عن النتيجة من خلال الحكام، لأنه صار في سجال مرة في جولات كانت لأرتور، في جولات كانت لبيفول. الآن نسمع القرار الحاسم وبطل العالم بلا منازع. إذن انتهت الحكاية وانتهت الإثارة. أرتور بيتربييف بطل العالم بلا منازع بعد الفوز بنقاط التحكيم. سألوهم هل موافقين أنكم تسووا ريماتش، أي مباراة ثانية؟ كلهم وافقوا، قالوا إذا كان في الفرصة ما عندنا أي مانع. في الأوقات هذه أقول لكم أماونت. أسبوع لكم.